خلينا ناخد من رام الله فلسطين المحتلة الأستاذ خلدون البرغوثي، صحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بيك أستاذ خلدون. أهلا بكم. أهلا بحضرتك أستاذ خلدون. مهم عندنا أن احنا نسمع منك تحليلك للخسائر، لو صح تعبير، يعني لو المذيع محق في ذلك. هل تكبدت إسرائيل أو الكيان الصهيوني المحتل خسائر في هذه الحرب على مستويات مختلفة؟ وحللها لنا بعد إذنك. وفي نفس الوقت الموقف الأمريكي اللي خلق لي حالة من الالتباس. نعم، أولا على مستوى الخسائر حتى في داخل المجتمع الإسرائيلي وفي داخل النخبة الإعلامية والسياسية هناك ارتباك، بمعنى في الأيام الأخيرة صحيفة إدارة أحرونوت نشرت إحصائية قالت أن 5000 جندي إسرائيلي أصيبوا في المعارك، ثم ألغي هذا الجزء من الخبر وأبقي على الحديث عن وجود 2000 جندي ضمن مؤسسة تعالج أو تتولى الاهتمام بمن بقوا معاقين إثر إصابتهم، وألغي رقم 5000. صحيفة هارتس اليوم التالي نشرت إحصائية بعد أن اضطر جيش الاحتلال إلى نشر إحصائية تقول أن عدد الجنود الذين أصيبوا حوالي 1600 جندي. صحيفة هارتس ردت عليهم بإحصائية من كل المستشفيات الإسرائيلية، كان مجموع الحصيلة لديها 4600 جندي إسرائيلي على الأقل، بمعنى أن عدد الخسائر في الإصابات فقط 3 أضعاف ما تم الإعلان عنه رسميا. وبشأن القتلى أيضا تثار علامات استفهام. اليوم تكبدت إسرائيل أكبر خسارة لها على مستوى العدد وعلى مستوى أيضا الرتب العسكرية، وفي كمين واحد تقريبا، وهذا لم يحدث سابقا حسب ما هو أعلن. واليوم أيضا قبل قليل كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يتوقع أن يسقط المزيد بشكل يومي مع اتساع الرقعة التي يحاول الجيش الإسرائيلي التوسع فيها في قطاع غزة، تصبح إمكانية استهدافه أسهل للمقاومين الذين يخرجون تحديدا من الأنفاق وحتى من داخل المباني المهدمة، ينصبون الكمائن ويستدرجون القوات، ومن له القدرة على فعل ذلك في ظل الوضع والقدرات العسكرية الإسرائيلية يبدو أنه لا تزال لديه المبادرة على العمل العسكري وبشكل منظم أيضا وإيقاع الخسائر. في إسرائيل أيضا هناك من قال إن طال أمد الحرب ستصبح الخسائر أكبر وتتصاعد ربما، ولهذا ربما يتصاعد الضغط داخل المجتمع الإسرائيلي بالتعاون مع أسر الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتتنامى حركة تعارض استمرار هذه الحرب. طيب هنا في هذا الوضع، يعني اللي المفترض أنه وضع حرج جدا للحكومة الإسرائيلية ووضع حرج أيضا للجيش الإسرائيلي، فكان تصريح نتنياهو الداعي إلى ضرورة تغيير الحكومة التي تعمل مع نتنياهو، يعني هو يخاطب نتنياهو بتغيير الحكومة. لماذا لم يطالب نتنياهو بالخروج من المشهد السياسي؟ هو ربما في الكواليس هناك حديث بين الإدارة الأمريكية وبيني جانتس ويائير لبيد من المعارضة، وربما مع بعض وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود نفسه الذين قد يطمحون في التخلص من نتنياهو وتولي زعامة الليكود بدلا منه، والذهاب ربما إلى إنشاء حكومة تبتعد عن اليمين المتطرف، شركاء نتنياهو سموتريتش وبن جبير. لكن بالنسبة لنتنياهو، العلاقة مع سموتريتش وبن جبير والأحزاب الحريدية هي علاقة مصالح أو شبكة مصالح، لكل طرف منهم مصلحة في إبقاء الائتلاف الحكومي الحالي. نتنياهو يريد بعد الحرب أن تعود الحكومة إلى إقرار القوانين التي قد تمنح الحصاني من المحاكمة لينجو شخصيا. الحرب هذه هي معركة شخصية له أيضا للنجاة بعدها. الأحزاب الحريدية المتدينة تريد الأموال لتمويل مدارسها الدينية ولتمويل مئات آلاف الطلبة الذين لا يذهبون إلى الجيش، لكن يريدون أن يتلقوا راتبا كما يتلقاه الجنود، باعتبار أن تعلم التوراة بالنسبة لهم مهمة أيضا لا تقل في أهميتها عن القتال في المعارك.
والأحزاب المتدينة أحزاب الصهيونية الدينية تريد المشروع الاستيطاني الديني الذي تعمل عليه سموتريتش من خلال وزارة المالية التي هو وزيرها ووزارة الدفاع التي هو وزير فيها، يمنح التصاريح لإقامة المستوطنات ويحول الأموال لتمويل البناء الاستيطاني، وإيتمار بن جفير أيضا ببناء القوة العسكرية التي قد تشكل جيشا صغيرا في الضفة الغربية من خلال تسليح عشرات آلاف المستوطنين. هؤلاء كلهم بحاجة لبعض من أجل البقاء، ولذلك قد تبقى الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب. ومن هنا جاءت دعوة بايدن كما يبدو، لأنه يدرك أن بقاء هذه الحكومة قد يجلب كارثة لإسرائيل. هو حريص على إسرائيل ربما أكثر من نتنياهو حاليا، ويتحدث من هذا المنطلق لا أكثر. إذن هل بايدن مستعد لترك إسرائيل مستمرة في هذا العدوان الوحشي حتى نهاية العام، يعني إنقاذا لماء الوجه الإسرائيلي لو صح التعبير؟ يعني هو متفق مع الحكومة الإسرائيلية في ضرورة أو في الأهداف المعلنة للحرب القضاء على حركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة، لكن أيضا هو يرى أن مصالح الولايات المتحدة قد تصبح مهددة. للمرة الأولى ربما استمعنا للهجة عربية في الأمم المتحدة وفي غيرها شديدة الانتقاد لإسرائيل على غير ما كنا نعتاده من اللغة الدبلوماسية على الولايات المتحدة، عفوا على غير ما كنا نعتاده من لغة ربما أكثر دبلوماسية بسبب موقفها الداعم لإسرائيل في كل مجال، في مجلس الأمن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي والمالي وفي أهداف الحرب. لذلك ربما تدرك الولايات المتحدة أو بدأت تدرك بأن الخسارة قادمة، وأيضا الخسارة الشخصية لبايدن نفسه في الانتخابات قد يصبح مهددا إذا تعاظمت الحركة المعارضة للحرب والحركة المناهضة لها أيضا داخل مناصري الحزب الديمقراطي بما يهدد إعادة انتخاب، وهذا أيضا سيوضع أمام بايدن إذا استمرت الحرب وشعر بأن أمدها قد يطول، بما قد يهدد هذه المصالح الخاصة به مجتمعا. لذلك قد يمنح إسرائيل كما قيل حتى بداية العام المقبل، وبعدها قد يحول موقفه ويضغط على إسرائيل الدعم وفي غيره. ولذلك أيضا اليوم كان بعض المتحدثين الإسرائيليين يشيرون إلى أن إسرائيل تستمر في الحرب مع أو بدون الدعم الدولي كما يبدو في رسالة غير مباشرة إلى بايدن. طيب أستاذ خلدون، أنا آسف أن أنا بطول عليك وأثقل عليك بالكثير من الأسئلة، لكن مهم عندي أن أنا أفهم منك، بتعتقد أنه يعني هذه اللهجة العربية التي اختلفت كثيرا أمام المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، لكن ما هي الضغوط اللي من الممكن أن تمارسها المجموعة العربية والإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ موقف حقيقي تجاه هذه المذابح؟ يعني ضغط فاعل وليس مجرد التلويح. يعني ربما إذا نظرنا إلى الطريقة التي تعمل بها المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، هي منظمات سياسية ومنظمات مالية، الدعم المالي، اللوبي، وربما يجب على المجموعة العربية العمل في هذا الإطار. بعض الدول العربية لها لوبيات في الولايات المتحدة، وربما إذا حدث تعاون بين المجموعة العربية وبين المنظمات المناصرة للحقوق الفلسطينية سواء كانت عربية إسلامية أو حتى من اليسار اليهودي في الولايات المتحدة ممن يعارضون الحرب ويتنامى صعودهم داخل الحزب الديمقراطي، كل هؤلاء يمكن أن يخلقوا حالة ضغط لن نقول موازية للوبي الصهيوني القديم جدا، ولكن قد تشكل ضغطا مهما في الولايات المتحدة خاصة على مستوى الانتخابات القريبة. هذه قد تقلق وقد تلوي ذراع الحزب الديمقراطي وبايدن تحديدا، وتحقق نتائج سريعة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي الحالي إذا شعر بأن ذلك ممكن وأن موقعه كرئيس لولاية رئاسية ثانية مهدد. هل توجد أي قوة دولية مستعدة للتعاون مع القوى العربية في خلق ضغوط واقعية، ولا لا يجب أن نعول على أحد آخر؟ يعني إذا نظرنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في التصويت على قرار أو القرار غير الملزم بوقف الحرب، 150 دولة
عارضت ذلك. الولايات المتحدة وربما بعض الدول الأخرى، يعني 10 دول عارضت ذلك و 20 أو أكثر امتنعت. إذن هناك عدد كبير من الدول التي يمكن أن تتعاون ويمكن أن تدعو الولايات المتحدة. لا نعلم حجم التعاون الممكن، لكن موقف هذه الدول مهم ويمكن البناء عليه من خلال بناء تحالف، من خلال ربما تكثيف الزيارات، زيارات المسؤولين إلى العاصمة الأمريكية في توجيه رسائل، ربما التصعيد الشعبي بكل هذه الدول قد يساهم في وضع الولايات المتحدة أمام صورتها. هي تضررت بشكل كبير، كل ما حاولت الولايات المتحدة أو الإدارة الحالية ترميم وبعض الضرر الذي تسبب به ترامب للولايات المتحدة دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف الأمريكي الداعم لها. ربما أيضا هذا مدخل مهم يمكن للدول كلها إذا تم العمل على إقامة نوع من التحالف أن تؤدي إلى ضغط أو تشعر الإدارة الأمريكية بأنه من الممكن أن تغير موقفها الداعم لإسرائيل وتسرع في إنهاء الحرب. أشكرك جدا جدا أستاذ خلدون البرغوثي الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، محدثنا من رام الله فلسطين المحتلة.